انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهيفاء وهبي وهي ترقص على أنغام أغنية عد الكلام لسعد المجرد. وقد احتفلت النجمة هيفاء وهبي بخطوبة شقيقتها الصغرى هناء في حفل عائلي صغير. ويذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي الدرامية كانت مسلسل أسود فاتح من تأليف أمين جمال، شريف يسري، إبراهيم الرابع، وحمدي التايه، إخراج كريم العدل، وبطولة أحمد فامي، شريف سلامة، صبري فواز، روجينا، معتصم النهار، فراس سعيد، أحمد الشامي، ورانيا منصور.